النهاردة بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيده وإثباته الحصول على اللقاح. الإثبات ده بيكون يا إما عن طريق الشهادة اللي حضرتك بتاخدها بعد حصولك على اللقاح، أو من خلال تطبيق الطمن اللي بتقدر إنك تنزله على أي تليفون. بمجرد ما بتدخل عليه رقم البطاقة أو بطاقة الرقم القومي بيظهر بقى موقف إيه بالظبط، موقف حضرتك إيه في التطعيم. هل خدت جرعتين، جرعة واحدة سجلت ولسه ما جاتلكش رسالة إن أنت تروح تاخد اللقاح، أو ما قدمتش خالص. الحقيقة إنه هذا القرار هو قرار مهم. إحنا تابعنا طبعاً 15/11 كان بداية تطبيق هذا القرار، لكن على الموظفين والعاملين في الأماكن الحكومية. لكن من النهاردة هيبقى أي مواطن مش هيقدر يدخل أي مصلحة حكومية. ليه القرار ده مهم؟ الحقيقة لأسباب كتير جداً، منها إنه الدولة قدرت إنها توفر كميات كبيرة جداً من اللقاحات ومختلف اللقاحات، يعني الحمد لله ما عندناش حجة أو نتكلم في إنه اللقاحات غير متوفرة. ثانياً التطعيم والمناعة الجماعية دي أمر مهم جداً عشان الحياة ترجع تاني لطبيعتها بشكل كامل. ثالثاً بقى والأهم واللي الناس كلها بتتكلم فيه الحقيقة، متحور الجديد أوميكرون. طبعا هذا المتحور ظهر في جنوب أفريقيا وبدأ ينتشر في أكثر من دولة أوروبية، وبالتالي التطعيم والإجراءات الوقائية هتكون عامل قوي جدا في مواجهة أي متحورات جديدة. لأنه بمنتهى البساطة كل ما الفيروس عاش وسط ناس كتير أو في بيئة قدر الفيروس يعيش فيها، كل ما قدر يكون عنده تحورات أكتر، كل ما قدر يغير شكله أكتر، كل ما قدر إن هو يكون خلينا نقول مستعصي على اللقاحات بشكل أكبر. دي كلها أسباب وغيرها كتير تخلينا إن إحنا ما نكسلش، وأي حد لسه ما خدش اللقاح أو ما سجلش يروح يسجل فوراً على موقع الوزارة. ودلوقتي بقى في مراكز تطعيم بقى سواء في محطات المترو أو في أماكن حياة تانية كتير جداً، مش محتاجة حتى إن إحنا نكون مسجلين قبلها بفترة. يعني بمجرد ما حضرتك هتروح المركز هتفتح الموقع وتسجل عليه هيظهر لك مباشرة رقم كود، تسلم هذا الرقم للمسؤول الموجود في المركز وحضرتك هتتفضل تاخد اللقاح فورا وحضرتك واقف مكانك في نفس الوقت على طول. الموضوع بقى بسيط جدا وسهل جدا، يمكن على قد بسطته إلا إنه ده قدامه مجهود كبير جداً الدولة بتعمله عشان نقدر إن إحنا يعني نتخطى المرحلة دي بخسائر أقل. إحنا شفنا يعني طبعاً أيام ربنا ما يرجعها، أيام كانت صعبة جداً، كنا بس بنتمنى فعلاً بصيص أمل نلاقي لقاح، نلاقي علاج لهذا الفيروس. خلينا ناخد اللقاح وخلينا نسجل عشان نقدر نحمي نفسنا. احنا خلاص دلوقتي دخلنا في مرحلة جديدة، وهي ان الدولة بدأت توفر جرعة ثالثة تنشيطية للفئات الاكثر عرضة للعدوى زي الطاقم الطبي والناس اللي عندهم امراض مزمنة، ده غير كمان تطعيم الاطفال من سن 12 سنة بلقاح فايزر. كل دي اجراءات مهمة جدا عشان صحتنا وعشان صحة اللي حوالينا وعشان نقدر نتجاوز اي اثار او تداعيات خاصة بفيروس كورونا.